التلج معانا، عصير الليمون معانا، النعناع معانا. انا هعمل المقادير دي او العصير ده بطريقه الخاصه كده اللي ممكن ولادنا يحبوه وبيشربوه بره مع اولادهم مع اصحابهم او اتعزموا. حلو الكلام. المقادير بسيطه وسهله. معانا شرايح الليمون بنحطها هنا كده. الاول بنحط التلج. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا طبعا صودا بنخليها هنا نستخدمها. ادي التلج بتاعنا. والله عايزه التلج فيه دلوقتي ماركت بيبيعوا اكياس فيها تلج، ما تشتريهاش ليه؟ غاليه. هتجيب الميه حطيها في اكياس بلاستيكيه او في العبوات اللي بتاعت التلاجه وهتعملي احلى شويه تلج زي ما انا شغال كده. حاجتين لازم يتشربوا مثلجين للامانه، الحمضيات، الليمون والبرتقال، وحاجه ثالثه للامانه المانجا. ده الليمون حط كده، معانا نعناع اخضر بالشكل ده كده. ممكن نعمل حاجه لطيفه بقى، نكسر النعناع كده بحيث ان احنا ناخد الماده العطريه بتاعته. شفت التركيه دي؟ او تقطعيه بالسكينه يعني، او بايدك كده زي الفل. مجرد انك تقطعيها الورقه بس كده في حد ذاتها وتنزلي عليها بالصودا والليمون دلوقتي هتديكي الماده العطريه بتاعه الليمون بتاعه النعناع. واحنا شغالين كده حاجات بسيطه وسهله خالص، مش هتكلفك ثلاثه تعريفه، ولكن العصير ده هتروحي تشربيه في مطعم ولا في كافيه بالشيء الفلاني. معانا الليمون. الله، هو ده. ده عصير ليمون عادي اتعصر، ودي كمان سلايس ليمون نحطه هنا ونشيل ده من هنا خالص. والروة مكان ما اشتغلنا مهم جدا. عندنا تلج تاني هنحط. حلو، معانا تلج اهوت. الله، ينزل كده. طبعا دي كانت كتلة تلج واحنا مكسرينها عشان التلاجة بتاعتنا كبيرة. الله، حلو اوي. يلا بينا. الصودا بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، بالشاليمو يا حماده، بألف انا وشفا، مع شويه الكفته دولت. ولا تاخدي ولادك على مطعم ولا حاجه، اللي هياكلوه في المطعم اكلوه في البيت. اتكلم من الصدق والامانه. زي الفل، وباقل تكلفه ممكن تقدر انك انت تفكري فيها. ثلاثه تعريفه. وتاني لما بقول ثلاثه تعريفه عشان الناس اللي بتقول لك الشيف المغازي بيستهتر بثلاثة تعريفة، تعبيرا مجازيا عن ان الحاجة دي مش مكلفة. قالوا الكلام عشان الفلسفة بس. بقلب ده كده. الله، نجيب اللي تحت فوق. سامعين الصوت التلج ده اللي يوجع القلب ده، مع الليمون مع النعناع، شايفين الحلاوة دي كده. الله، ممكن نحط بدل الليمون برتقال زي ما انت عايز. حلو الكلام.